تروح نشوف الناس لما نزلنا وسألناهم ازاي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ايه، تعالوا نشوف الناس قالوا ايه. صلى الله عليه وسلم. لو شفناه من كتر الذنوب اللي احنا بنعملها ومن كتر حبنا ليه مش هنعرف نتكلم اصلا، ولكن كل اللي هنقدر نقوله له ان احنا فعلا محتاجين له قوي، محتاجين يكون موجود معانا دلوقتي. نفسي اشرب من الحوض الشريف معاه، يشربنا من الحوض الشريف بتاعه، ونفسي احشر معاه، ونفسي اشوفه في المنام، ونفسي كتير قوي قوي احب الرسول قوي، اكافح معاه وانشر معاه الاسلام. ترك تعاليمك وترك اصول الدين اللي انت حطيتها لنا هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي من فقر وحاجة وتعب وشقة وزحمة وكل حاجة. أكتر حاجة مؤثرة فيا من شخصية سيدنا محمد والله هو حب الرسول، هو تقوى الله وعبادة الله، الرحمة، حبه للسيدة خديجة، لأن احنا ما بدناش نلاقي الحب ده دلوقتي. رقة القلب والزهد في الدنيا ومساعدة الفقراء. تخلي الناس يحبوا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته، بالسيرة النبوية. أي زول لازم يكون عارف السيرة النبوية، أم وأخوان كنا كل الشباب. نزرع جواهم زي حب أمهم وأبوهم أولا، ومن هنا بر والدين بقى والمشوار طويل عشان نوصل لحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعودهم مثلا زي حب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نعلمهم الصلاة والطاعة والإيمان. الناس كلامهم يعني احنا صورنا مع ناس كتير في الشارع، بس الناس اول فعلا ما اتقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم متاثرين وهم بيجاوبوا قوي. نعم. بس كلهم بيقولوا ان احنا مفتقدين برضو تعليمه، وعايزين نشتكي له، وعايزين نقول له ان احنا يعني تعبانين قوي من غيرك، بس حاسين بالتقصير كلنا. بس هو كل الكلام الحقيقه يهز القلب، كلام بالفطره، كلام خارج من القلب، كلام ما فيهوش تزويق. انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن سيد البشر، عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يوم القيامة هيبقى الحر شديد 50,000 سنة مما تعدون، والشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يغرق المكان، وتخيل فينصب حوض الكوثر. تخيل بقى حوض الكوثر بينصب عليه أباريق كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وينصب منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم، والبشر كلهم واقفين، وتخيل حضرتك واقف وانا واقف، يا رب نكون واقفين، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، الاخت اللي كانت بتسال هو هيعرفنا ولا مش هيعرفنا، وتلاقي النبي بيشاور عليك يقول لك تعال انا رسول الله، ايوه انت تعال تعال، فتقترب عشان تشرب، يقول لك لا انا هسقيك بايدي. الله. مش انت تعبت؟ مش انت صليت؟ مش انت غضيت بصرك؟ مش انت قرات القران؟ مش انت كنت بر باهلك؟ مش انت كنت واصل لرحمك؟ انا هسقيك بايدي. ويعرفك على سيدنا ابو بكر، يقول له يا ابو بكر ده فلان، دي فلانه، ده ابني، ده كان بيصلي، ده انا كنت وحشه، ده هو استحمل علشاني، ده هو تعب علشان يقابلني. تخيل الشربه دي تساوي قد ايه. الله. طيب احنا عشان وقتنا بيجري بسرعه، ولو قعدنا نحكي يعني لساعات وساعات في حب النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقدر. طب احنا ازاي نحول الحب ده لحب عملي ونستغله صح في العشر الاواخر يكون دافع لينا؟ نعم. في ايه انا بعتبرها هي المقياس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عايز بجد تثبت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاتك في بيتك. انت بتتعامل ازاي مع زوجتك؟ بتتعامل ازاي مع ولادك؟ بتتعامل ازاي مع جيرانك؟ بتتعامل ازاي مع اصحابك في الشغل؟ بتتعامل بصدق ولا لا؟ بتكذب ولا ما بتكذبش؟ بتصلي في الفرض في ميعاده ولا ما بتصليش في الفرض في ميعاده؟ مش انت بتحب ربنا؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احنا في العشر الاواخر، في ايام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، عايز اقول لحضرتك اللي انت لو كنت زيرو في العشرين يوم اللي فاتوا دول، ابدا خط سبق جديد النهارده. اذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله وينقذ اهله ويشد المئزر، يشد المئزر كده كانه بيتشمر كده وداخل في سبق جديد. احيي اهلك وتحيي الليل، تقوم الليل، وعليك بكثره الدعاء، وعليك الصلاة. خلي بالك ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، دي عاملة زي الملائكة بتنزل زي المطر في اليوم ده، والروح فيها، الروح اللي هو سيدنا جبريل، هم نازلين يحتفلوا بكل تائب، بكل عائد إلى الله عز وجل، لكل مصلي. لو أنت في اليوم ده وربنا عز وجل كرمك ولمست ليلة القدر وربنا كتبك من أهل ليلة القدر، أنت هتاخد ثواب 83 سنة.
الله نصيحة على أخيرة أقولها للكل وبقولها لنفسي في الأول، أنا عايز الكل النهاردة يعتذر لأبوه وأمه، ينزل على رجل أمه ويبوسها، لأن صلة الأم بر الوالدين وخاصة الأم باب من أبواب الجنة. طلحة السلمي قال له يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد، فقال ألك أم؟ قال نعم، قال ألزم رجليها فثم الجنة. طيب ده هيبقى الواجب بتاعنا النهاردة مشاهدينا زي ما الشيخ عصام قال كده، وهنختم حلقتنا بقى مع حضرتك ندعي دعاء كده لعل وعسى إن شاء الله ربنا يقبلنا في العشر الأواخر. ربنا يقبلنا جميعا يا رب ويرزقنا الإخلاص في الدعاء. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا غافر الذنب يا قابل التوب، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا غير بعيد. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي في الجنة، اللهم إنا قد حرمنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شربة من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا يا رب؟ إلى من تكلنا يا رب؟ من لنا غيرك يوم تلتف الساق بالساق ويكون يومها إليك المساق؟ من لنا غيرك يوم يتركنا الأهل والأحباب وتدوس علينا الأقدام؟ اللهم اغفر واعفو وتكرم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم رد شبابنا وبناتنا إلى آبائهم وأمهاتهم. اللهم اعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. أشكرك جدا الشيخ عصام، ومشاهدينا إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.